نحتفل هذه السنة على إيقاع ارتفاع صاروخي في الأسعار وهجوم غير مسبوق على القدرة الشرائية. لهذا اخترنا في قيادة الاتحاد المغربي للشغل أن يكون شعارنا لهذه السنة هو أوقفوا التهاب الأسعار وأوقفوا الهجوم اللامسبوق عن القدرة الشرائية للطبقة العاملة وعموم الجماهير الشعبية. بسبب ظروف الجائحة نعود لنحتفي بهذا العيد بمهرجاناتنا ومسيراتنا الحاشدة لنجدد طاقاتنا النظامية. جدد دعوة للحكومة بالتزامها الواضح والأكيد، وهي التي ترفع شعار الإصلاح والتي تراهن على نموذج تنموي يراعي أو يجعل من بين أولوياته المواطن في الصلب. نحن ندعوها إلى مراجعة مجموعة من البنود المتعلقة بمدونة الشغل وخاصة فيما يخص تحسين أوضاع الطبقة الشغيلة الكادحة. Thank you.
بطعم الاحتشاش هذا ما ميز إحياء الاتحاد المغربي للشغل لعيد العمال لاحتجاج على تردي القدرة الشرائية للطبقة الشغيلة نتيجة ارتفاع الأسعار دون أن تواكبه إجراءات الرفع من الأجور، كما طلبت بذلك النقابة خلال الحوار الاجتماعي مع الحكومة أبريل الماضي. هذه السنة فاتح ماي يأتي في ظروف جد استثنائية تتميز بغلاء المعيشة بضرب القدرة الشرائية لعموم الأجراء والجماهير الشعبية من جراء غلاء المعيشة وتآكل المدخول ديالهم والأجور ديالهم. فكنا ننتظر في اللقاءات مع السيد رئيس الحكومة أن تصل هذه اللقاءات إلى نتائج ملموسة وخاصة الزيادة العامة في الأجور، وللأسف الحكومة لم تعطي نفسها العناء للرد على المطالب دي. تخفيف العبء الضريبي ووضعية المرأة والمتقاعدين كانت حاضرة في احتفالات هذه السنة. المرأة عانت كثيرا في الوباء كورونا وما خلفته من تسريحات وإغلاقات المعامل، مما أدى إلى تدهور وضعيتها الاقتصادية والاجتماعية. العنف والتحرش وأسطر على العنف الاقتصادي. المشكل اللي عندنا احنا متقاعدين كيكون 100% ديال الأجر ديالهم كيخرج 50% و 30%. المشكل اللي كاين هذه السنة هذا فرحنا كانت واحد الزيادة ديال 5%، ولو الهزالة ديالها كنا فرحانين كنقولوا 5%، ولكن الوقت اللي داروا فينا داروا واحد الحيف فينا كمتقاعدين، خلقوا فينا الناس اللي خرجوا في التقاعد في 2019 وما قبل عطاهم 5%، والناس اللي خرجوا في 2020 21 22 23 بحال ماشي متقاعدين مغاربة. في كلمة أمام الحضور أكد الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل على ضرورة مواكبة القوانين للتحولات التي يعرفها المغرب، خصوصا الحق في الإضراب وعدم المس بالمكتسبات الاجتماعية.